في فترة كنت بحب النوم جدا، فا اتقال لي حسام انت بتنام كتير قوي. فقلت له ايوه انا بحب النوم، ايه المشكله؟ هروب. انت عندك اكتئاب. انا كنت عارف ان ايه اكتئاب. ايه يا جماعه الهبل ده؟ اكيد لا، انا بحب النوم وده احساسي فعلا. برتاح. لما قريت بقى، لما رحت الدكتوره شاطره جدا، لما قالت لي مثلا سيمبتومز بعد معرض معين، قالت لي انت نقي كام عارض من الاعراض دي عندك. فبصيت في الاعراض وضحكت، هم كانوا 40 عارض، 40 او حاجه، رقم يعني كده مولو بس اي رقم يعني. فقلت لها عندي ال 40 واتنين فوقيهم زياده، وقعدت اضحك. اول حاجه اطمنت انه دي حاجه متشخصه، يعني في ناس كتير غيري عندهم نفس المشاكل، دي مش حاجه تخصني لوحدي بالظبط، وان دي حاجه ممكن تتعالج زي دور البرد مثلا، او ممكن اشتغل عليها فتبقى احسن. تعتبر نفسك محظوظ انك رحت لدكتور نفساني بدري شويه، وبقى عندك وعي بنفسك ومشاكلك بدري شويه، فبقى عندك القدره ان انت تغير حاجات في حياتك وفي شخصك؟ لا هضحك، مش هضحك عليك واقول لك كده. هقول لك ليه، انا رحت لدكاتره كتير، كنت دايما بحس ان انا اذكى من الدكتور بتاعي. يعني ايه؟ بروح انا بعله الحكايه، يعني انا رايح له مش عشان اتعالج، انا رايح له مثلا وفي مخي انه انا عايز مثلا اوصل اهلي عاملني بطريقه معينه، او عايز احس احساس ضحيه. فروح اقول له انا حصل فيا ومش عارف ايه وبتاع. لما كبرت شويه، وكان لسه قريب على فكره بتكلم مع دكتور شاطر جدا برضه، قال لي صلي. ليه؟ قال لي صلي، اعملها حتى لو انت لسه مش مقتنع، صلي. فلما ابتديت اصلي حسيت ان انا عامل الواجب اللي عليا، فمبقتش خايف من لقاء ربنا اصلا، بالعكس انا عايزه حبه. كل ما مسافة الخوف بتقل بينك وبين والدك، بتقل بينك وبين ربنا. طبعا كل حاجة تحس ان هي مفوتها. كل ما مساحة التسامح بتزيد بينك وبين والدك، كل ما شعورك بالتسامح من ربنا ليك بيزيد. طبعا انا هحكي لك، يعني علم النفس بيقول كده. طبعا فانا طفل كان لسه ساعة الانفصال، فانا جوه نفسي بقرر ان هعيش مع ابويا ولا هعيش مع امي. فمرة كان بيعاقبني قال لي خش اوضتك. فجي في دماغي اساله سؤال، طب انا لو ما دخلتش اوضتي وما سمعتش كلامك ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ كان رده عليا مش هقول طبعا قاسي جدا. قال لي عايز تعرف؟ فكان رده عليا قاسي جدا. هو راح قعد مع واحد صاحبه، بعد ما ده حصل خلاص انا قررت ان انا هعيش مع امي. فواحد صاحبه قعد معاه، هو اللي حكى لي القصه على فكره. فبيقول انا متضايق قوي، ابني سالني كذا 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 وانا كنت قاسي جدا معاه. قال له يا زكي انت عارف السؤال ده عميق جدا، انت عارف هو بيسالك ايه؟ ايه اوحش حاجه ممكن اتعرض ليها لو انا عشت معاك؟ هو في خياله ان اوحش حاجه انت هتقول له اعمل دي، يقول لك لا مش هعملها. فهو عايز يشوف اخر الموضوع ايه، فانت وريته اخره.